مساء الخير ضيف، وعلى ما استفهم لي هذا المساء السيدة أحلام أكرم، وهي كاتبة وباحثة في مجال حقوق الإنسان، وهي رئيسة منظمة بصيرة. نحاول خلال هذا البرنامج أن نفهم ماذا فعل الربيع العربي بالمرأة العربية، وهل نحن على حق في اختيار عنوان يقول أن الربيع العربي هل هو خريف المرأة العربية؟ سيدة أحلام أهلا وسهلا بك. سؤال أول حول منظمة بصيرة، طبعا واضح جدا من الذين يتابعونك في كتاباتك حضرتك مدافعة أساسية عن حقوق المرأة العربية، وأحيانا تدافع بشكل جريء وبشكل في نوع من المخاطرة بين المزدوجين. ذهبت أكثر من ذلك بإنشاء منظمة بصيرة، لو تكلمين عنها. بصيرة مأخوذة من الكلمة العربية بصيرة، واللي هي اللي عنده نظر ثاقب، نظرة فيها حكمة، يعني نظرة مستقبلية للوضع، فيها حكمة وفيها إنسانية حتى يستفيد الكل فيها. بصيرة من خلالها عايزين نبين إنه انتهاكات حقوق المرأة في العالم العربي لا يمكن إنها تؤدي للتطور المجتمعي والتحضر الإنساني اللي إحنا بنتمناه للعالم العربي. حتتخصص بعرض أفلام تبين مأساة المرأة في العالم العربي وتبين انتهاكات حقوقها، وأيضا وضعها على بساط البحث. الأفلام هاي حتكون من المنطقة العربية، من أي منطقة عربية يا ترى بنتمنى أنها تكون مستندة إلى وقائع حقيقية حصلت على الأرض، على الأرض هناك. من خلال البحث عايزين نشوف كيف ممكن أننا نحاول مساعدة المرأة العربية بكل الأشكال. يعني إحنا في بصيرة عندنا زاوية بتقول ابعتي لنا قصتك الحقيقية، خاصة إذا كانت متصلة بالقضاء. عايزين نوري إنه هناك ثغرات في القضاء، كما هو في القضاء بالعالم العربي عموما، ارتباطه العميق بالدين بيوقف حجرة عثر في سبيل تطويره أيضا، وبيوقف قاصر عن تحقيق العدالة سواء للمرأة أو للرجل. لازم يصير إعادة نظر في كل هاي القوانين، خاصة ما يتصل بالمرأة وحقوق المرأة. إذا كنا بدنا ناخذ من الدين إنسانيته وعدالته كما منقول، فبالتالي لازم يعكس نظرة إيجابية تحق الحق للمرأة العربية. بدون إحقاق هاي العدالة، بدون ما إننا نعمل تطور مجتمعي من خلال تغيير القوانين ومن خلال المنهج التعليمي، لا يمكن تطلع المنطقة العربية من صفة التخلف والصفة السلبية والعنف اللي هي فيه. كنت تدافعي طبعا من زمان عن المرأة العربية قبل الربيع العربي، كان موضوعك آخر. هل حاليا شعرت أن هذا الربيع العربي الذي يفترض به أن يحمل أحلام وآمال لهذه المنطقة يعني أصابك بخيبة أمل وبتشاؤم في موضوع حقوق المرأة؟ للأسف إنه اللي بتقوله حقيقي، يعني أصابني بخيبة أمل كبيرة. الإنسان العربي كان بحاجة للتغيير، وبحاجة إنه يرتبط مع العالم بحقوق عادلة إنسانية، بحاجة إنه يغير الصورة السلبية النمطية. أجت الانتفاضات العربية، وأنا كل من أول يوم رفضت أسميها ثورات، لأنه الثورة بتكون محددة أهدافها، بيكون عندها نظرة مستقبلية، رؤية لإيش بدها إياه. لكن اللي حصل، الانتفاضات اللي حصلت حقيقي إنها المنطقة العربية بحاجة لإلها، والمرأة العربية بحاجة ماسة لإلها، ولكن ما كانش عندها رؤية مستقبلية. فأجت زي ما بيقولوا بما لا تشتهي السفن إطلاقا، يعني قضت بالأحرى على أمال المرأة العربية، وعم بتحاول تعيدها بدل 10 سنين 50 سنة أو أكثر للوراء. تشعر الآن أنه لو يعني تتمنين لو لم تكن هذه الانتفاضات ولا كان بقي بعد الرؤوس اللي تسمى ديكتاتوريات؟ لا ما بتمناش، بس بتمنى انه يصير صحوة في العالم العربي تكون اقدر على استيعاب متطلبات العصر حتى نطلع من الهوة اللي احنا فيها. بتمنى انه يصير في وعي مجتمعي، لأنه لا يمكن نطلع من البلل اللي احنا فيه، التخلف، بدون
بالذات المرأة بتمثل نصف المجتمع. الانتفاضات العربية اللي بندعي فيها والربيع العربي أجت مستندة على رؤية لا تمت لا لهذا العصر ولا للي قبله، أجت مستندة على رؤية الإخوان المسلمين أو المتأسلمين للمرأة، ولكن هذه الرؤية لا يمكن تنتمي للعصر ولا يمكن تحقق العدالة وتحقق تطور المجتمع اللي احنا عايزينه. فبالتالي أجت ورجعت المرأة عقود عم بتحاول ترجعها من خلال القوانين. ال 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 الحوار اللي صار مؤخرا في البرلمان المصري واللي قام بعض من السلفيين بما فيهم يوسف البدري بشيء مش قادر أعرف شو بتسميه الحقيقة، إنه بيحاول يقاد الحكومة إنه على موضوع الختان، يعني بدهم يختنوا المرأة، شو بدهم يعملوا في المرأة؟ يعني رجعوا لفلفوها وتحرشوا فيها واغتصبوها واغتصبوا حقوقها، ورجعوا يقولوا ما ملكت أيمانكم، ورجعوا يقولوا تعدد الزوجات، ورجعوا يقولوا يعني شو اللي عايزينه؟ هل أنتوا عايزين تدفنوا المرأة، تدفنوا نصف المجتمع اللي هو مسؤول حقيقي؟ المسؤولية الأكبر في تنمية المجتمع إنسانيا هي من تنمية المرأة وإعطائها حقوقها. مش ممكن وبترجعوا بتقولوا إنه أنتوا المرأة بتحموا المرأة والمرأة درة والإسلام أعطى حقوق للمرأة. الإسلام أعطى حقوق حقيقي، كان السباق في إنه يعطي حقين للمرأة لم تكن موجودة لا بالمسيحية ولا باليهودية. الحقين هدلوا هم حق إنها تطلب الطلاق وحق إنها تورث من زوجها، بينما بهدلك العصر كانت تورث كجزء من المتاع، واللي هو شيء يؤخذ إيجابيا للإسلام. ولكن لا يمكن في القرن 21 تيجي وتقول لي إنه المرأة تأخذ نصف الميراث في الوقت اللي هي متطلبات الحياة تتطلب حماية كرامتها الإنسانية. سيدة أحلام أكرم، طبعا حضرتك صوت من الأصوات، هل حضرتك أيضا راضي عن حالة المقاومة؟ يعني هناك مقاومة لهذا في تونس وفي مصر، عندما نتابع الجدل الداخلي منظمات حقوق الإنسان، المنظمات المدنية، الفضائيات المصرية ما تعرضوا ضد هذه التصرفات، الكلام الأخير عن التحرش الجنسي الجماعي مجتمع بكامله، هذا طبعا إداني ليس فقط الإسلام السياسي، إداني المجتمع، كيف يسمح بذلك؟ مش بس الحقيقة مش بس تحرش جنسي، صارت عمليات اغتصاب وعمليات اغتصاب شنيعة ومقرفة. يعني تبين قديش، ولا يمكن يعني من اللي سمعته والشهادات اللي سمعتها من أكم من وحدة تعرضت لهي العملية، بتبين انه العملية مرتب إلها وممنهجة وفي إلها أهداف سياسية معينة، إضافة لأنه رجل الشرطة اللي قال للمرأة أنت شو اللي بنزلك على الشارع، شو اللي عايزين تعملوه؟ رأيك هذا إجراء سياسي، نوع من الأمن السياسي؟ أنا بعتقد أنا مآمنة إنه إجراء سياسي، مش قصده الأمن، قصده إرجاع المرأة طبقا لمفاهيم ونظرة المرأة، نظرة الإخوان المسلمين عن المرأة كما جاءت في وأكثر من ذلك. هناك من يقول إنه كل هذا التحرش الجنسي المنظم ليس فقط هدفه إبعاد المرأة عن الميادين، بل أيضا إجبار العائلات والأخوة والأشقاء على منع، وأيضا إجبار المرأة على اتخاذ القرار بنفسها بأنها تقعد في البيت. فهذا لا يمكن. يعني نفس البنا هو قال زمان إنه المرأة بتخرج ثلاث مرات، مرة من بيت أبوها لبيت زوجها، ومرة من بيت من 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 مرة من رحم أمها، ومرة لبيت زوجها، ومرة للقبر. فيعني نظرة سيئة للغاية، ولا يمكن تقدر يعني شو اللي عايزين يعملوه؟ طيب إلى أي مدى، طبعا في هناك مجموعة من في ليبيا نذكر عندما انتهت الانتفاضة والثورة، لكن أول خطاب ليبي كان يعد المواطنين بتعدد الزوجات، كان طبعا شيء مفاجئ وانكتب عنه وكأنه كانت الناس الأولوية هذه الانتفاضة هذه أولوية. طبعا التشريعات في ليبيا حاليا تناقش هذه المسألة،
البعض يعتبرها أنه هذه جزء من الحرية اللي أعطاها الدين وكانت محرومين منها، يعني هي جزء من الحريات. هل تعتبر أنه هذه حريات يجب مراجعتها أيضا؟ طبعا طبعا بالتأكيد، هذه مش حرية، هذه قضاء على امتهان لكرامة المرأة، إضافة لأنك حترجع حتخلق مش حتخلق أمراض نفسية متكاومة في 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 إنسان مسؤول عن تربية جيل. لا يمكن. إضافة لموضوع أنت بتذكرني، هي المشكلة إنه الثورات أو الانتفاضات اللي أجوا للسلطة بعديها افتكروا إنه كل ما في العهد القديم شيء سيء ولازم نرفضه، واللي هو إلى حد ما في حاجات كتيرة سيئة ولازم نرفضها، لكن مش بعض القوانين البسيطة اللي مثلا هم تخيلوا إنه هم هيك بتحدوا القذافة إنه منع التعدد في فترة من الفترات، بتخيلوا إنه بتحدوا قوانين سوزان مبارك اللي هي منعت التعدد وأعطت حضانة للمرأة وأعطت الشقة للمرأة، عملت بعض الإصلاحات القانونية بشكل يتماشى مع العصر. مش معناته يعني هدم أي شيء سابق حتى لو كان جيد، هدموا السيء مع الجيد للأسف، بحيث أننا رجعنا لبؤرة، يعني لبؤرة من الصعب الخروج منها هلأ إلا بإرادة، إرادة شعبية قوية، وتمشي عن طريقين بالضبط، تغيير القوانين، تغييرها وربطها بالمفهوم الكوني لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وأيضا تغيير المناهج. يعني من المخجل، بالأحرى من المقرف، أنه يطلع مؤخرا شخص يوري أنه الأزهر بيدرس في مواده، من ضمن مواده التدريسية، لشباب بعمر 16 و17 تحليل أكل لحم المرتد، إضافة لتحليل أكل لحم الكافر. يعني إحنا شو صرنا؟ إحنا صرنا في غابة وحوش؟ يعني هذا كلام جدل فقهي طويل عريض، يمكن أنا مش عايز يعني أكون، نريد التدقيق فيه أكثر. أريد أيضا أن أتحدث عن ليس فقط العمل الديني. أنا أعطيك مثل في لبنان، لا يحق للمرأة أن تمنح الجنسية لأولادها إذا تزوجت من أجنبي، وهذا موضوع غير ديني، هذا موضوع له علاقة بالتركيب السياسي الطائفي الموجود في البلد. بمعنى آخر، أن الرجل عندما تزوج رومانية أو فرنسية لا تعرف البلد، هذا شكل من أشكال التمييز، يمنحها الجنسية وأولادها لهم الجنسية اللبنانية، بينما اللبنانية تتزوج من فلسطيني أو سوري أو مغربي لا تمنح الجنسية. وبالتالي هذه أيضا من المواضيع، هاي المشكلة اللي عم بتواجهها المرأة في الأردن وفي مصر. بعتقد انه سوزان مبارك تغلبت على هاي المشكله، واصبح من حق المراه اعطاء جنسيتها، الا اذا رجعوا هلا الحكومه الجديده وتقول لا. الاهم اللي لاحظته في لبنان دائما احنا بننظر لها كواحد من الديمقراطيه، احيانا مع انها انحازت كليا وهذا، لكن طلعت اصوات مؤخرا عمالها بتقول انا مش عايز التقسيم الطائفي هذا، أنا عايز المواطنة. لأول مرة أحس بشيء من الإطمئنان والراحة والسعادة إنه عندك مواطنين عمالهم بيقولوا أنا بدي مواطنة، مواطنة عادلة، بدون ما أننا نجزر المواطنة، مفهوم المواطنة من خلال قوانين وحدة وعدالة تحكم الجميع. أوكي، لا يمكن إنك تأسس لمجتمع صحي سوي يقدر يعيش. في بلادنا القانون منشري، الذمة منشرية، ومع هذا منقول إنه هذا حكم الله. لا، هذا مش حكم الله، الله المفروض يكون في ضمائرنا وبأخلاقنا، مش في يعني في معاملاتنا الإنسانية اللي متصلة بالضمير. هذا الله، مش زي ما هم متخيلينه وبيوقفوا عند هاي الكلمة. يعني للأسف إحنا عم نشوه صورتنا ومنشوه. سيدة أحلام، كيف تفهمين أيضا أن المرأة العربية دخلت الجامعات وأصبحت أستاذة في الجامعات أيضا، ودخلت وتبوأت وظائف درجة أولى، ومع ذلك يعني قسم كبير من هؤلاء السيدات يدافعن عن هذا المنطق، يدافعن عن موضوع لأنه في عدة دول عربية الإنسانة الست اللي تبوأت مركز قاضية، واللي هو حصل قبل يمكن 7 أو 8 سنين في مصر، في مصر أول دولة، هذه القاضية لازالت بحاجة لإذن من زوجها حتى تقدر تسافر لمؤتمر أو حتى تطلع جواز، وهذا اللي هلأ الإخوان عمالهم بينادوا فيه.
فهاي المرأة اللي بتحكم بقضايا كبيرة بترجعها للصفر لتتطلع بتكون مسؤولة من بني آدم تاني في الوقت اللي هي أهل لمسؤولية الحكم والنطق بالحكم. يعني في خلل، في خلل مش معقول بكيف النظر للأمور بعقل. فيس في جزء من هدلول النسوان، في جزء حازت على مراكز كبيرة، ولكن خلينا نطلع على الأغلبية. الأغلبية الصامتة. طبعا أنا سألتك هذا السؤال حتى أقول هل علاقة، يعني في بعض الأحيان تكون نظريات أن تحرير المرأة يبدأ عن طريق العلم، لكن تبين بعد ذلك أن العلم ليس كافي، لأن المرأة لا. ممكن بإمكانها أن تتخرج لكنها تبقى تدافع عن قيم لا تدافع عنها المرأة التي تريد أن تكون متحررة وإلى آخره. شوف، تحرير المرأة مش بالشكل، مش بشكلها. انا مش بقول تحرير المرأة انها تطلع عارية او تطلع بشكل مبتذل، او يعني انا بنادي تحرير المرأة من الحاجة، لانه الحاجة هي اللي بتخلي المرأة مذلولة اكتر من اي شيء تاني. الحاجة المادية بالتحديد، تحريرها عن طريق القوانين اللي تحفظ كرامتها الإنسانية، تحريرها عن طريق احترامها من خلال مناهج تعليمية تبين قيمتها وقدرتها، مش تعيد اجترار المرأة عورة، والمرأة إذا خرجت الشيطان بيمشي وراها، والمرأة شؤم على البيت، والمرأة لازم نخرج من هاي الحاجات اللي حقيقي مخجلة. المدافعين طبعا الكبار الذين دافعوا عن المرأة دافعوا بالقرن 19 والقرن 20 بكتابات كبرى وبمفكرين كبار، بعد ذلك أتى اليسار الدولي والعربي أيضا. لماذا حتى الآن المحافظة استطاعت أن تصمد أمام حالة التحرر اللي حصلت في العالم، ليس فقط في هذه الفترة، حتى في الخمسينات والستينات والسبعينات؟ لأنه يمكن خصوصا في دول يفترض أن تكون مدنية، يعني في أيام عبد الناصر أو أيام البعث في سوريا والعراق أو أيام بورخيبة، كل ذلك كانت في دول مدنية. للأسف ربطوا كل شيء بالتحرر الغربي وبالانحلال الغربي، مش قادرين يفهموا أنه حقيقي في أشكال من أشكال الانحلال في الغرب، في حاجات، لكن هذا الانحلال بالاختيار وليس بالهذا. وبنفس الوقت المجالات مفتوحة للمرأة إنها تكون صفحة غلاف عارية، أو إنها تكون دكتورة أو محامية أو حتى رئيسة وزراء، كما صار بمارغريت تاتشر وكما هي هلأ عندنا في ألمانيا مثل تاني، وعدة أمثلة موجودة. فاستغل الإسلاميين هاي النقطة ورفضوها كليا، ورجعوا المرأة لعهود الظلام على أساس أنه إحنا بدنا نحافظ على مجتمعنا من خلال الحفاظ على المرأة. الحفاظ على المرأة أجت الصحوة العربية بحيث أخذت كل ما لدى المرأة من بعض الحقوق البسيطة، لأنها لا زالت، يعني أنا هعطيك مثل بضل أقوله يمكن أو يكونوا، احنا بنعتقد اننا احنا بنحمي المرأة لما بنحط بعقد الزواج واللي هو يسمى عقد نكاح، اوكي، بنحط مؤخر صداق قيمته المادية كذا ألف، اوكي، هاي الكذا ألف ما نظرناش إلها في وقت الحاجة، كيف هاي بتنكمش بالتضخم، بمستوى التضخم. المرأة اللي كان مؤخرها قبل 20 سنة أو 30 سنة ب10,000 باوند، واللي كانوا مبلغ كبير، بهاي الأيام هل هذا المبلغ كافي إنها تقدر تعيش وتوقف على إجريها؟ خاصة بعد ما إحنا طلبنا منها إنها تضحي بتعليمها وتضحي بكل شيء وتقعد في البيت وتربي أولادها، أوكي، إضافة إلى إنه طلبنا منها كل هذا وقعدناها في البيت وحللنا لزوجها أنه يتجوز عليها مثنى وثلاث ورباع. يعني أنهي صحة نفسية، أنهي مجتمع هذا؟ وإضافة لقصور الإعلام هنا، يعني أنا ما شفتش هاي الحلقات، بس صديقة لقلي مبارح بالضبط عم بتقول لي على مسلسل الزوجة الرابعة، أوكي، أنا ما شفتوش إطلاقا، لكن قالت لي عن الحلقة الأخيرة من مسلسل الزوجة الرابعة، واللي هو إنه الزوج المصون اللي لابس عباية ومش عارفة إيه، وأربع ستات كتير مبسوطين ومتحجبين وجاهزين حالهم بدهم يروحوا على الحج، أوكي،
يعني هذا الإعلام ما بيقدرش السعادة الكاملة يعني العائلة السعيدة. عمالك بتروج، عمالك بتروج لشيء بيتناقض مع البني النفسية الطبيعية. هل من المعقول إنه في مرأة بالآخر ترضى بزوجة تانية وتالتة ورابعة؟ يعني أنت عم بتروج إنك للمجتمع إنه يتقبلها وللمرأة إنها تتقبلها كشيء عادي. بعدين أنت ماخدهم على الحج، يعني فين التقوى؟ فين التقوى بانك تعاملهم تعامل البني ادم اللي عندك باحسان؟ سيدة احلام اكرم، هناك طبعا من يمكن ان يوجه انتقاد لجهودك، حضرتك موجوده في لندن وقد تكوني متاثره بالتجربه الغربيه في موضوع حقوق المراه، وممكن ايضا ان تتهمي بانك تنظرين الى موضوع المراه نظره استشراقيه، بمعنى انت في الخارج عندما تذهبين الى 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 الاردن او الى لبنان او سوريا او اي دوله عربيه، هذا الخطاب الذي تقدمه هل تشعري أنه خطاب غريب، خطاب نخبوي لا له، ليس له علاقة بمجتمعنا العادي؟ هي المصيبة أنه مجتمعاتنا عمالها بتتقسم لطبقة فاهمة بالضبط شو اللي أنا بقوله، أوكي، ولطبقة الأغلبية فيها الأغلبية الكادحة اللي مش قادرة تتواصل مع العالم من فقرها، من فقرها، من جهلها، من 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 وضع معين. يعني المشكلة إنه إحنا عندنا حتى لما بنتطرق لقضايا معينة بالإعلام العربي بنبقى كتير حريصين وخايفين، وخايفين نحكي ومنزوقها. أنا حاطيك قصة صارت معي قبل يومين، كنت مدعوة لمؤتمر عن المرأة ببرايتون، ومن ضمن فعاليات المؤتمر أول مرة أشوف مونولوجات اسمها بصي، واللي هي مجموعة من الشباب والبنات في مصر بيعتمدوا في هاي المونولوجات على قضايا حقيقية بتوصلهم، يعني قصص معاشة في المجتمع، وهدلولة بيعرضوها على مسرح حر، مسرح مفتوح أكشولي، لأنه ولا مسرح رضي يأجرهم إضافة لإمكانياتهم، إلى أنه جاء الممثل خالد أبو النجا الممثل المشهور وشاف شغلهم وقال حرام هاي الحاجات ما تنعرضش، فعملوها بفيلم. من ضمن المونولوجات اللي شفت واحدة عن التحرش الجنسي وعن الزواج وعن 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 اللي هزتني بشكل مش طبيعي، واللي هو مونولوج عبارة عن شغالة بتشتغل في بيت وبتيجي صبية من البيت بتلاقيها مبسوطة ومش عارف ايه، فبتقولها انا فرحانة قوي ابني بكرة حيتجوز، قالت لها الف مبروك مين حيتجوز؟ قالت لها حيتجوز اخته. فالبنت قالت لها ده حرام مش ممكن، قالت لها ليه حرام؟ في ناس كتير من الحي عملوها. قالت لها طب كيف بتعملوها؟ قالت لها بندي للمأزون فلوس وبيغير الاسم وبنعمل شهادة الزواج. قالت لها أنا ما بقدرش، أنا عندي بنت وولد في سن الزواج، ما بقدرش أجوزهم، ما أتحمل نفقة زواجهم، وبنفس الوقت هيك بستر التنين بدل ما يعملها بدون هذا الموضوع خيالي أو موضوع لا الموضوع حقيقي، وصلتهم قصة والقصة وصلتهم أكثر من مرة. وهذا اللي actually هزنا كلنا، to be honest، يعني بصراحة هزنا كلنا الموجودات العربيات، من ضمنهم سيدة من السفارة المصرية، سيدة من السفارة المصرية انجنت، قالت هذا مش ممكن يكون، قلنا لها هو جريمة ومش ممكن يكون منتشر كظاهرة ولكنه موجود احنا منخبيه، بس فكرة انه يوصل لزواج كامل هاي مصيبة، هاي مصيبة. يا ترى هلأ حكومة الإخوان حتفضل نازلة بتعالج انه تستدين من السعودية ولا من الاي ام اف البنك الدولي او صندوق الدولي، عمالها بتتناقش لانه هاي الفلوس فيها ربا، فيها حرام، فيها فائدة، ولا بدنا نعمل، بدنا نشغل العالم. عندنا مشكلة اولويات. على كل حال سيدة احلام، في القسم الثاني ساحاول ايضا أن أناقش معك إمكانية الخروج، هل في إمكانية خروج وما هي المبادرات في هذا الشأن بعد الفاصل؟
أهلا بكم من جديد سيد أحلام أكرم، الكاتبة والباحثة في مجال حقوق الإنسان وخصوصا الدفاع عن حقوق المرأة، ضيفة على ما استفهم لهذا المساء. نحاول أن نفهم هل هذا خريف المرأة بمناسبة الربيع العربي. أريد أيضا أن أبحث موضوع آخر له علاقة بجدل حاصل حاليا في لبنان حول موضوع الزواج المدني. قصة هذا الجدل أن فتاة ورجل قرروا أن يتزوجوا زواجا مدنيا، ووجدوا في التشريعات الدستورية في لبنان مخرج فقر يسمح لهم بذلك. طبعا أثار هذا الموضوع جدل قانوني وأيضا جدل في الرأي العام، وبدأ طبعا الرجال السياسي يتبارون أو طبعا رجال الدين أيضا يتحفظون عن حول هذا الموضوع. طبعا أريد أن أذكر أيضا أن هناك دول إسلامية كالجزائر مثلا، هي دولة مسلمة الزواج فيها زواج مدني غير الزواج الديني اللي هو زواج عائلي، طبعا تركيا وأندونيسيا ودول مختلفة، لن نتكلم عن تونس اللي هي كمان حالة خاصة. هل من خلال ما تسعين إليه تروجين للدولة المدنية، بمعنى أن تكون الحقوق حقوق مدنية قد تتأثر بالشريعة أو لا، لكن بالنهاية المواطنة هي أمام المحاكم المدنية؟ أنا سمعت عن الموضوع وشفت شفت قبل يمكن 7 أو 8 أشهر لقاء مع عدة تنتين أو 3 حالات راحوا لقبرص للزواج المدني، واللي هو يعني الزواج المدني برأيي هو كتير مهم، وبالأحرى أهم لحماية حقوق الزوجين، مش بس المرأة، حقوق الزوج أيضا، من خلال لأنه صار عندنا أنواع كتيرة من الزواجات بعد ما أجوا المتأسلمين المصياف والعرفي والمسيار والناسة وغيره. فبالتالي الزواج المدني ضروري ضروري لحماية بالأحرى أي امرأة عاقلة وواعية المفروض تصر على توثيق على الزواج المدني قبل الزواج الديني. الزواج الديني شكل مباركة روحاني، أنا بطلع له كمباركة روحانية للزواج، ولكن اللي أهم منه هو الزواج المدني بالتأكيد. هناك طبعا من يدافع حتى من المسلمين عن الزواج المدني، لأنه في الإسلام أساسا يختلف عن الديانة المسيحية اللي هي سر إلهي الزواج. في الإسلام هو مجرد أن يلتقي شاب وفتاة أمام شاهدين فينتهي الموضوع، يعني قبل أن يخترعوا دوائر النفوس وكل ذلك كان هذا الزواج. طيب في مجالاتك سيدة أحلام، أريد أن أفهم أكثر، في هل أنت يعني متشائمة عندما تلتقين بالمرأة المصرية في مصر والمرأة السورية في سوريا والمرأة الفلسطينية والمرأة الأردنية؟ هل تشعرين أنه هذا الخطاب غير جاهزون لا يعتبرون ذلك أولوية، وخصوصا أنه المشاكل الكبرى في هذه المناطق هي مشاكل لها علاقة بالاقتصاد، لها علاقة بالبطالة، لها علاقة بالأمن أساسا، هي أولوية هؤلاء الناس؟ أنا بواجه عدة انتقادات وأنا عارفة، ومن ضمنهم حتى أهلي بينتقدوني وهذا، ولكن أنا بعتقد أنه كل المشاكل التانية مترابطة ترابط تام، بدون ما انك تعمل بنية اساسية للديمقراطية اللي تعترف بالحقوق. المشكلة انه المرأة في العالم العربي وخاصة المرأة، مهم هذه المقاربة، وكأنك تقولي ان حقوق المرأة هي جزء من حقوق الانسان، وبالتالي المدخل هو إرساء ديمقراطيات حقيقية، بمعنى على المرأة أن تكون جزء من هذا التغيير، وليس من أجل المرأة لكن من أجل المجتمع. من أجل خلق تربة صالحة لتربية أولادك، بنتك وابنك بالضبط. فبدون ما أنك تخلقي مجتمع آمن لإلهم ويضمن حقوقهم واحترام كرامتهم، لا يمكن تتطور. لكن للأسف المرأة في العالم العربي اللي أنا لاحظته إنها خاصة لما بتوصل لوضع معين بتصير نخبوية وبتصير أنانية، عارف يعني لا يهم هي وصلت لا يهم البه. في تعاطف، ولكنه تعاطف لا يوصل لحل لجرأة وقناعة واقتناع انه بدون إرساء مساواة كاملة حقيقية
يتغير المجتمع. من خلال تماسك مع موضوع المرأة وقضية المرأة، هل شعرت أن هناك نساء مختلفات بمعنى أو بآخر؟ هناك امرأة سودانية وامرأة مصرية وامرأة لبنانية وامرأة مغربية، وأنه التجربة مختلفة ويعني تداعت على طباع النساء في هذه الدول. شوف، مهما اختلفت الجغرافيا حسيس المرأة بتبقى واحدة وفي مشاركة، يعني ما فعلا سواء كانت عربية أو غير عربية، عربية أجنبية صينية بوذية، إحساء يعني العوامل المشتركة اللي بتطلع لها المرأة في كل مكان في العالم ما بتختلفش، واللي هي الحياة الآمنة، مستقبل آمن لأطفالها، حياة تضمن كرامتها الإنسانية، تضمن مجتمع كويس، تضمن تعليم كويس، تضمن سقف، فكله بيترابط مع بعضه. فعشان هيك أنا بطلع هلأ إننا عم نضيع الوقت في مهاترات فضائية على فتاوي ومدى صلاحيتها ومش صلاحيتها، وعلى حاجات بالوقت اللي لازم كل الجهود تنصب لتغيير مجتمعي بالكامل. يعني وهو عن طريق تجذير الديمقراطية، وتجذير الديمقراطية وبناء الديمقراطية لا يمكن يتم بدون المرأة. أريد أن أسألك عن منطقة عربية طبعا يعني تنعم ببحبوحة مادية بسبب النفط في منطقة الخليج. المرأة الخليجية نشعر أن هناك تفاوت في وضع المرأة بين دولة وأخرى. طبعا أنا زرت اليمن دولة فقيرة إذا ما قارنت بالمملكة العربية السعودية. في اليمن النساء محجبات أو منقبات، لكن كل النساء يقودن سيارات، بينما في المملكة العربية السعودية النساء غير مرغوب بذلك. وطبعا موضوع قيادة السيارة في السعودية البعض يعتبر الموضوع رمزي وغير مهم، لكن أيضا في المقارنة ليست بين المملكة العربية السعودية وفرنسا وبريطانيا، لكن بين المملكة العربية السعودية وبين الكويت وعمان والإمارات. كيف تشعرين هذا التباين؟ لماذا هذا التباين؟ هناك تباين كبير بالوضع الاقتصادي المادي للمرأة العربية من منطقة لأخرى. فمثلا مشاكل المرأة في مصر خاصة الطبقة الكادحة بتختلف عن مشاكل المرأة السعودية. المرأة السعودية خلط الدين بالكامل مع الثقافة الذكورية قضت على أمال المرأة السعودية. يعني وأنا ما بحكي على النخبة أيضا اللي هي يمكن 20% اللي بتمارس حريتها وبتمارس حياتها طبيعية ما بين الشرق والغرب، فبيجوا على هاي البلاد بيعيشوا بطريقة أحيانا مخجلة، يعني ممارستهم للحرية مبالغ فيها، ممارستهم للحرية. ولكن موضوع القضاء بالذات في السعودية، أنا حعطيك قصتين على قصور القضاء الديني على إحقاق العدالة للمرأة، واللي هي قصة المرأة السعودية اللي طلبوا إخوتها تطليقها من زوجها بعد زواج دام 5 سنين وخلاله خلفت ولدين، وأجوا إخوتها وطلبوا تطليقها نظرا لعدم كفاءة النسب، وقضت المحكمة بتطليقها بعد خمس سنين ووجود ولدين. هربت هي وزوجها لمنطقة تانية بالسعودية وقبضوا عليها ودخلوها السجن، وفضلت بعد الحكم انها ما تطلعش من السجن، تبقى في السجن مع اولادها ولا انها تطلع وتروح لاخوتها. ف اضافة لايضا قوانين اخرى مثلا في موضوع الاغتصاب، يعني مثلا في عندك تقرير من السعودية طلع تزايد حالات الاغتصاب واللقطاء في السعودية. ما فيش ولا دولة محمية من الحاجات الطبيعية للأسف. طبعا هذا أيضا صحب، كنا نسمعنا عن قضية مماثلة أيضا في تونس، موضوع اغتصاب شرطة إلى آخره، كان إجا القضاء ليلوم الضحية على هاي مصيبة بأعمالها بتزيد أكتر وأكتر في المجتمعات العربية، لأنه عدم يعني تحريم ومنع الاختلاط بالكامل. زي الرجل الدين السعودي، مش قادر أتذكر اسمه، هقول لك إياه هلأ، اللي قال تحريم الاختلاط، الدكتور مش قادر أتذكر اسمه بس أنا عندي اسمه، يوسف الأحمد، أوكي، أفتى بهدم الكعبة وإعادة بنائها حتى تكون فيها عزل تام بين المرأة والرجل.
يعني انتوا بتخلقوا، لو كان الله عايزنا رجال ونسوان كان ما خلقناش مع بعض، كان خلق كله رجال وخلق كله نسوان. في شكل من اشكال فتوى حديثا انه فتاة صغيرة بتغني فاعتبروها فتني، لان هناك فتوى اخرى يعني تطالب كذا احد رجال الدين في بعض المملكة العربية السعودية يطالب ب ب ب بتحجيب البنت الطفله لانها في مش معقول. احنا كل ما بنطلع بهاي الفتاة لديك تفسير ليش اليوم في القرن 21 تنمو هذه الفتاوى المتطرفه بين المزدوجين التي لم تكن موجوده في القرن 20؟ لانه بعض من رجال الدين فقدوا ضميرهم وأصبح يهمهم فقط النجومية، وصار عندك سباق على الفتاوي بحيث أنه فقدت قيمتها يعني الأخلاقية. يعني أولا الداعي أو whoever فقد ضميره، وفقدت بحيث أنها بتأدي لبلاوي مجتمعية. يعني أنا بتذكر قبل سنة بعتقد لما شفت لقاء مع عامر خالد على بدعوته في رمضان، انه في واحد بالليل اجته حورية من الجنة ووقع في غرامها وقال لها انا بدي اتزوجك، قالت له مهري كتير غالي، قال لها شو هو مهرك، قالت له انك تصوم بالنهار وتصلي طول الليل. اوكي، أنا بالصدفة شفت عامر خالد برويال جاردن هوتيل وحقيقي رحت من نفسي وكلمته. أنا بقناعتي إنه هاي الفتوى فيها كذب على المجتمع، أيضا بتروج لأساطير غير موجودة. أنهي حورية من الجنة اللي بتيجي هلأ؟ من وين هاي الحورية؟ يعني وبنفس الوقت أنت لما عمالك بتقول لبني آدم لشاب إنه حورية من الجنة بتعبي أساطير، تجاهد طول الليل تصلي طول النهار، امتى حتشتغل؟ شو معدل الانتاجية في العالم العربي من جراء هاي التقوى المزيفة والتدين المزيف؟ يعني هل سيدة أحلام من خلال عملك، من خلال بصيرة ومن خلال نشاطك وكتاباتك وطبعا رد الفعل على كتاباتك، تشعرين أنه هل تشعرين بتفاؤل؟ أم أحيانا تشعرين أنه هذه، هناك من يعتبر أنه هذه المنطقة يعني ممكن أن يكون يائس من هذه المنطقة وإمكانية؟ ما هي المشكلة نتيجة اليأس أنه من هاي المنطقة حتنضم للعقول، حيبقى فيها الكادحين، حتصير بؤرة، حتصير خطر على نفسها وخطر على مجتمعاتنا، على المجتمع ككل، على نفسها وعلى كل ما حواليها. هاي المشكلة اللي احنا لازم نوعى لها، لانه النخبة اللي في وضع معين ممكن تطلع على اي مكان في العالم بيتقبلها. فلا، لازم يكون عندي امل، ولازم يكون عندي امل اكبر انه يوصل صوتي. انا مش هاممني يتهموني بكل اللي هم عايزينه، لكن انظروا للي أنا بقوله، هل اللي أنا بقوله صح ولا غلط، موجود أم غير موجود. أوكي فاين، بتقولولنا إنه الدين عنده حلول لكل هاي المشكلات، الدين على عيني وراسي، واحترام الأديان كلها موجود، مش التفرقة بين مسلم ومسيحي وأني وأي واحد من دين تاني، ولكن لازم يكون في حلول تتماشى مع القرن اللي تلبي حاجات البني آدمين. يعني هلأ من ضمن القوانين اللي أصدروها الإخوان المسلمين مؤخرا في مصر بالذات وشبيهة لها بتونس، اللي هي عايزين السياحة الإسلامية ولا السياحة المش عارفة إيه. أولا معظم أغنياء الخليج ما بيروحوش سياحة لا على مصر ولا على تونس، نظرا للظروف ونظرا لأنه ما بتلبيش كل رغباتهم، فكل سياحتهم بأوروبا في الدول المتحررة لأنه هم كمان مكتومين في دولهم. أوكي، أنت قضيت على السياحة. يعني طلع قرار للإخوان مؤخرا أنه أي واحد بيتملك بيحمل مزدوج الجنسية، يعني يحمل جنسيتين من دول مختلفة بده يبيع استثمارات. هدلول الناس اللي حطوا ملايينهم وشقى عمرهم. اوكي، نوت اونلي، مش بس انتوا قضيتوا على السياحه العاديه، ايضا بدك اياه يبيع بخساره ويروح فين؟ يعني حتى
المصري اللي حامل جنسيه ثانيه عمالهم بيطلبوا انه يتنازل. هل يعقل؟ سيد احلام، هناك من يعتبر انه المراه في الغرب كانت ايضا يعني في في في, في 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 مفاجاه انه المراه في الغرب اخذت حق التصويت مؤخرا، يعني اتحدث من الحرب العالميه الثانيه والى اخره، وانه حتى اساسا الرجل العادي ما كان مسموح ان ينتخب، كان في هناك ما يسمى النخبه التي تنتخب الى اخره، لكن المراه عندما خرجت وتطورت ونضجت واصبحت تطالب بحقوقها كجزء من المجتمع نالت هذه الحقوق واعطاها، منحها الرجل دافع عن المراه واعطاها هذه الحقوق. هل برايك لن نصل الى هذه الدرجه طالما المراه لا تشعر بانه هناك؟ انا بنادي وبهيب باصحاب الضمائر، بالذات الرجال، اللي حقيقي اذا ما وقف الرجل مع المراه، اذا ما اقتنع بانها شريكه حياته وعمره، اوكي، لا يمكن يحصل تغيير ايضا. وعشان هيك بهيب في الرجال انه هم اللي يطالبوا في الحقوق والتعديل وتعديل المناهج وتعديل القوانين، لانه هاي المراه هي ممكن تكون بنتك. مش كل انسان بالعالم العربي متوحش مثل السعودي المتدين اللي اغتصب بنته وقتلها بالاخر. هذه حالة شاذة. احنا عندنا، انا بأكد انه على الاقل 70% او اكتر من رجال العالم العربي عندهم النخوة وعندهم الاحساس، وبهيب فيهم انه هم اللي يوقفوا ويطالبوا بالتغيير، يطالبوا بهذا التغيير، وإلا حتنحرق مجتمعاتنا من داخلها. الى اي مدى سيد احلام اكرم المشكلة في المجتمع وليس في الدين فقط؟ يعني مسألة الإخوان جديدة، المجتمع نفسه غير قابل إلى المجتمع كان قابل، بدليل إنه شوف أغاني، شوف حفلات أم كلثوم، ما بتلاقيش ولا واحدة متحجبة، كانوا طالعين وكانوا بدهم يدرسوا وكانوا بدهم يشتغلوا، وكانوا في كان في عدالة أكبر بكتير من اللي موجودة هلأ بالنسبة للمرأة. أنا مش بنظر بس للمرأة كبني آدم متغطي أو مش متغطي، أنا بنظر لإلها كإنسان، حجابها هذا حرية شخصية لن أدخل فيه. طيب سيدة أحلام، في كان ثورة بالسنوات الأخيرة، 10-20 سنة الأخيرة، ثورة الفضائيات اللي قدمت المرأة أيضا كمقدمة برامج، كصحفي، كضيفي في برامجها، أصبحت وجود المرأة أمام آلاف ومئات الفضائيات العربية يومي، ومع ذلك يبدو أنه لم يحرك ساكن في موضوع حقوق المرأة في هذا الشيء. لأنه للأسف الفضائيات ما دخلتش في موضوع الحقوق وموضوع القوانين. قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة العربية كلها بدون استثناء بتجحف حق المرأة، وبتستند لتفسيرات فقهية بشرية. أوكي، فبالتالي مين الأفضل؟ هل إننا نضيع الوقت بتأويل وتفسير هاي التفسيرات وندخل في متاهات، أم إننا نروح فورا لتعديل هاي القوانين بما يتناسب مع روح الأديان كلها، مش بس احنا مش مميزين، you know. فبالتالي بالعكس، كانت المرأة في وضع افضل بكتير. انا خريجة مصر اسكندرية، لما في وقت ما تخرجت ما كانش في عندنا ولا طالبة في المدرج، لا متحجبة ولا ما عندهاش طموح ولا 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 ولا. هلأ بشوف 90% عمالها بترضى، يعني هو كمان للأسف المرأة، يعني هناك مشكلة في حجاب المرأة؟ أنا الحجاب ما بيهمنيش لأنه جزء من الحرية الشخصية، زي ما أنا عايزة أنزل بدون حجاب هي حرة، بس ما يجيش واحد يشتمني أو يتدخل في حريتي، أوكي، لأنه ما عندوش أي وصاية أو ولاية علي. أنا أريد أستغل تحدث عن معلومة، حضرتك خريجة من القاهرة، موضوع التحرش، يعني موضوع الصور التي شاهدناها أخيرا حول موضوع التحرش الجنسي عندما يقوم مئات من الشباب، يعني أذكر أنه نحن في أحيائنا في مناطقنا العربية، أنه أي خلل أخلاقي هناك السكان الذين يتدخلون. هل تغيرت مصر أم ما زلت تعتبرين أنه هذه حادثة معزولة ومخطط لها أكثر من ذلك؟ وخاصة يعني كل ما يتابع السينما المصرية كان يعني هناك مسألة عكستني وعكست، هناك يعني هناك جزء من ثقافة، كانت معاكسات لطيفة، كانت معاكسات
انعكاسات لطيفة ظريفة، لا ما تيجيش لهذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي. فاللي صار في، أنا بتمنى إنها تكون حوادث معزولة، بتمنى، ولكن خلينا نرجع شو أسبابها. يعني أسباب كان في تحرش جنسي، تحرش بس بأشكال معدودة، وزي ما قلت المجتمع كان يرفضه. أما إنه هلأ فكرة إنه يعني أول حادثة تحرش شوف قريت عنها بجريدة إلاف، كان في واحد عماله بيصورها من السطوح ومش سائل إنه يروح يتصل بالبوليس. يعني هل صار عندنا شكل من أشكال البلادة إننا ما عندناش نخوة؟ مش ممكن، مش ممكن. مش مهم الموضوع، المهم الصورة، المهم الصورة أن تظهر. بتمنى أنها تكون حوادث معزولة ونرجع لعائلنا، وكل ما رجعنا بأسرع بفترة أسرع كل ما بيكون أفضل لمجتمعاتنا. في الدقائق الأخيرة، من خلال ما تشاهدين مظاهرات مضادة للإخوان أو مظاهرات في تونس للدفاع عن حقوق المرأة أو حقوق المكتسبات العائلية أو ما نشاهده من آراء نسائية على الفضائيات، كل ذلك هل تشعرين أننا في الطريق الصحيح، أن الموضوع ليس هناك كسل، هناك نخوي وهناك حيوية في هذا الموضوع؟ في حيوية، ولكن هاي الحيوية ما ارتقتش ل ل ل لمستوى إنها تكون أصدق. بعدين كثرة القنوات الدينية، يعني هذا الشخص أبو إسلام اللي عنده قناة دينية، مش عارفة شو اسمها القناة، المفروض يعني صحيح إحنا منادي بحرية التعبير، ولكن مثل ليس أي تعبير، ليس أي تعبير. يعني لازم يصير محاربة له من المجتمع نفسه، إنه ما يفتحش قناته وإنه ما يحطوش إعلانات في قناته حتى يموتوها موت بطيء وينتهي. لأنه تبريره للاغتصاب بإنه هدلولة بنات صليبيات مسيحيات أو أرامل، مصيبة أكبر، مصيبة أكبر يعني، أو مصيبة بتعادل نفس التحرش. يعني يصبح الجرم وجهة نظر، مش بس هيك، هو لما بيقول صليبيات هو كأنه بيعطي ضوء أخضر للناس مريضين النفوس إنه يعتدوا على. أشكرك جزيل الشكر سيدة أحلام أكرم، الباحثة في مجال حقوق الإنسان، طبعا رئيسة منظمة بصيرة، موجودة طبعا على الإنترنت، بالإمكان أيضا الدخول إلى الموقع. كنا نناقش مسألة شروط المرأة وحقوق المرأة ومكانة المرأة أيام الربيع العربي. شكرا للانتباه، إلى اللقاء. شكرا جزيلا.